ويتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين، حيث تتوافد الحافلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات، خاصة الخدمات الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل. محمود، بعد التحية صف لنا الأوضاع لديك الآن. نعم، جهود مستمرة على مدار الساعة لا تتوقف لاستقبال الأشقاء السودانيين عبر معبري قسطل وأرقين، وتحديدا في هذه النقطة التي نتواجد بها وهو ميناء أبو سمبل النهري. هذه العبارة التابعة لمحافظة أسوان والتي تبدأ الآن في استقبال العديد من الحافلات التي كانت تنتظر هنا في ميناء أبو سمبل النهري. نتحدث عن عدد كبير من الحافلات. هذه الحافلات ستنطلق الآن إلى ميناء قسطل تحديدا إلى مرسى حجر الشمس لنقل الوافدين السودانيين الذين وصلوا بالفعل إلى معبر قسطل والمجيء بهم مرة أخرى والرجوع بهم إلى هنا في ميناء أبو سمبل النهري. هذا التوافد وهذه الأعداد في تزايد وسط الخدمات المقدمة من المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وفي هذا السياق تحديدا كان لنا تواصل خاص مع المسؤول الإعلامي للمنظمة الدولية للهجرة في مصر الأستاذة سلمى عكاشة، أكدت لنا على عدة نقاط هامة في تصريحات خاصة. أولا وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللسلطات المصرية على الجهود المبذولة لاستقبال الوافدين عبر معبري قسطل وأرقين، وأيضا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إعطاء توجيهاته باستمرار فتح المعابر واستقبال السودانيين وتقديم كل العون والدعم لهم، وأيضا الشكر للسلطات المصرية على تسهيل عمل المنظمات. وأكدت أن المنظمة وكل منظمات الأمم المتحدة تعمل بالتنسيق والتعاون مع مصر. النقطة الثانية أكدت أنها يعني تقدم الكثير من الخدمات من خلال جمعية الهلال الأحمر، والمنظمة قدمت عدد كبير جدا من الحقائب النظافة الشخصية وأيضا الكراسي المتحركة لكبار السن وبعض الخدمات الصحية والدعم النفسي وبعض الأجهزة الطبية المهمة التي يعني تحتاجها بعض الحالات الطبية الخاصة في معبري قسطل وأرقين. وأكدت أن مكتب المنظمة الدولية للهجرة في القاهرة يعني على مدار الساعة يواصل استقبال كل الحالات التي تحتاج للدعم والمساعدة خلال تواجدها بالقاهرة. وأيضا أكدت على نقطة أخرى أنها تقدم كل الدعم للرعاية الأجانب القادمين عبر معبري قسطل وأرقين في مسألة التنقل إلى محافظة القاهرة، وأيضا توفير الإقامة لهم ثم توفير تذاكر الطيران للسفر والعودة إلى بلادهم مرة أخرى. وأكدت أنهم أطلقوا خطة الاستجابة في مصر والتي تقدر ب 19 مليون دولار يعني يكون هناك مزيد من الاحتياجات وسد الاحتياجات القادمة للسودانيين بما يكفي الستة أشهر القادمة. هذا يتزامن أيضا مع الخدمات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر والتي تم الإعلان عن زيادة هذه الخدمات اليوم. نتحدث عن أن جمعية الهلال الأحمر تتواجد منذ 21 من أبريل الماضي وحتى 23 من مايو. هذه الخدمات نعم التي أعلنت عنها قدمت ما يقرب من 380 وجبة وبعض الحقائب الشخصية بالإضافة إلى أكثر من 11,000 خدمة طبية، وتتواصل هذه الخدمات مع بالطبع انتقال هذه الحافلات والرجوع إلى معبر قسطل مرة أخرى. نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل التلفزيون المصري زميل محمود جميل، شكرا جزيلا لك.